بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة الحضور الكرام، يطيب لي أن أرحب بكم جميع الإعلاميين والصحفيين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي الذي نعقده في ختام أعمال القمة العربية 33 التي ترأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبمشاركة إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة الذين شرفوا المملكة بحضورهم الكريم ومساهماتهم المقدرة في إنجاح أعمال القمة ومداولاتها ونتائجها المباركة بإذن الله تعالى. ويسرني في البداية أن أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بترأس أعمال القمة العربية للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى التي ترأست فيها المملكة أعمال القمة العربية 15 في عام 2003، والتي عقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بسبب الظروف السياسية الإقليمية آنذاك. وهذه هي المرة الثانية التي ترأس فيها المملكة القمة، والمرة الأولى التي تستضيفها على أرضها. وأود أن أتقدم بخالص الشكر والثناء على الجهود الإعلامية التي يبذلها المراسلون والصحفيون وتفانيهم وتضحياتهم والتزامهم بنقل الأحداث وإبراز الحقائق، وأخص بالشكر الصحفيين العاملين في قطاع غزة الذين نقلوا بشجاعة معاناة النساء والأطفال وكبار السن من أهالي قطاع غزة ومعاناتهم المحزنة حقاً. ونحن نشعر بحزن عميق على من استشهدوا أثناء قيامهم بمهمتهم الإنسانية النبيلة. لقد سادت أجواء قمة البحرين روح أخوية إيجابية ومتفائلة تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا العربي وتهدد أمنه واستقراره وتعيق نمائه وازدهاره. وناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، وحث القادة حفظهم الله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في إرساء السلام وأهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين. واعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إعلان البحرين، والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم
لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. وأكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية، وأكد كذلك على عدالة وعلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وأكد القادة على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية الشقيقة، وإنهاء كافة النزاعات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد القادة على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون، مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين. أولاً، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل. ثانياً، التحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين. ثالثاً، توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة. رابعاً، توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات. خامساً، تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وسوف تبادر مملكة البحرين بصفتها مقدمة المبادرات للعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة. وقد أشرت في كلمتي أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة إلى تشرف مملكة البحرين باستضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة. وتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما بذلته من جهود مخلصة خلال رئاستها للدورة 32 للقمة العربية. كما أشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمسؤولين في الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة على جهودهم المقدرة لإنجاح أعمال هذه القمة. ونظراً لطبيعة التطورات في قطاع غزة، فقد صدر عن القمة بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح
وما نتج عنه من نزوح وصعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية، وسوف أتلو على حضراتكم فيما يلي نص البيان. بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة. نحن القادة العرب ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح. كما ندين بشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل، ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات. نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة نزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكراً، وأدعو معالي الأمين العام لإلقاء كلمته. تفضل. شكراً سيادة الوزير. يعني ينبغي في بداية هذا اللقاء أن يتحدث المرء عن كرم الضيافة وعن التنظيم المتميز للغاية الذي ظهر في هذه القمة. لقد أعدت مملكة البحرين القمة إعداداً طيباً، وأدارتها بحرفية عالية للغاية تشكر عليها. شخصياً ومنذ عام 2004، أي ما يقرب من 20 عاماً، وأنا أشارك في القمم العربية بشكل دوري. حقيقةً
تميزت هذه القمة عن الكثير من القمم الأخرى لأنها اتسمت بالسلاسة الشديدة، البساطة والهدوء، ولم يكن هناك أي خلافات، بل هيمنت بالكامل القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح على أعمال هذه القمة، بالإضافة إلى أنها تناولت موضوعات كثيرة اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية، إلا أنه القضية الفلسطينية كانت هي المحور والأساس، إلى الحد أنه صدر لها بيان خاص من القادة مثلما قرأه الوزير عبد اللطيف. وفي الإعلان يلاحظ من يقرأ هذا الإعلان، إعلان البحرين، أن الإعلان يتكون من عدد كبير من المواقف، نصف مساحة الإعلان خصصت للقضية الفلسطينية، فهذا في حد ذاته يكشف الإحساس القادة والحكومات بالحاجة للتركيز على هذه القضية. والملحوظة الأخرى أن الحضور كان كبيراً للغاية. أنا شخصياً أيضاً شاركت في عدد كبير جداً من القمم العربية، لم أشهد في أي اجتماع هذا العدد من وزراء الخارجية العرب الذين يشاركون في هذه القمة. أول أمس كان هناك 21 وزير خارجية أو وزير دولة عربي من أصل 22، لم يحدث هذا من قبل. صحيح، لم يحدث هذا من قبل. أقصى ما وصلنا إليه وأنا أمين عام منذ 8 سنوات، أقصى ما وصلنا إليه 17 18، فده 21 وزير خارجية. أيضا على مستوى القمة كان حضور واضح للغاية. هذا انعكس شيء أو عبر عن شيء، فهو الاحترام الشديد لدول وحكومات الأمة العربية لشقيقتهم مملكة البحرين وللملك حمد بن عيسى شخصياً الذي أدار هذا الأمر بحكمة وهدوء، أدى إلى أن القمة انعقدت وأقرت وانتهت بدون خلافات، بدون أي احتكاكات، وبسلاسة شديدة. القادة تحدثوا مثلما كشف الوزير عبد اللطيف، القادة تحدثوا عن نقاط محددة بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقف إطلاق النار ضروري وحتمي ومطلوب وفوري، ده مطلب رئيسي. مطلب الآخر انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. الدولة الفلسطينية، المؤتمر الدولي، العملية السياسية المرغوب فيها عربياً ودولياً، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، المحاور الخمسة اللي تحدث بها الوزير الزياني كمبادرات للبحرين. هذه القمة
اتخذت قرارا هاما للغاية، وهو تكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته لقمة أن يشرف على تنفيذ هذه المبادرة ويبذل الجهد لتحقيق تنفيذها وعدم تركها في يد المجتمع الدولي أو في يد الجامعة العربية بدون متابعة نشطة. هذه فكرة جيدة للغاية لأنها تبقي على إحياء كل أنواع هذه المبادرات، وهي مبادرات في غاية الأهمية. يعني الخمس مبادرات البحرينية منهم اثنين سياسيين، لكن ثلاثة يتضمنوا شق عملياتي: تعليم، الصحة، والتكنولوجيا المالية. كلها مسائل تجديد لأعمال القمة. أتوقع أنه وفي أثناء هذا العام القادم أن تكون إدارة أعمال القمة نشطة وقادرة، مثلها في ذلك مثل القمة السابقة عندما أدارت المملكة السعودية الأمر بحكمة شديدة. شكرا جزيلا.